إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد. عبارة خطها الإمام الحسين عليه السلام بدمه الطاهر على رمضاء كربلاء لتصبح شعاراً لكل الأحرار. لبيك يا حسين، عبرة وعبرة يرتوي منها العاشقون ربيعاً يحيي قلوبهم. الحسين عليه السلام مصباح للهدى وسفينة للنجاة. من ركبها فقد أمن الوصول إلى طريق الهداية. طريق النور، ذلك الطريق القويم الذي رسم معالمه الإمام الحسين عليه السلام للأجيال المتلاحقة. من طريق الفلاح والنجاح نستمد فكرنا، ومن بصائر قمر العشيرة انطلقنا، فكنا كالشافة الكفيل لتحقيق أهداف سامية ورؤى واضحة ينهل منها السائرون على درب الحسين عليه السلام. كنا محطات ثقافية على جوانب الطريق، موكب منير العقول. فنقتدي بخطى فتيان الطف فنكون فتية آمنوا بربهم فزادهم الله شرفا بخدمة عاشقي أهل البيت عليهم السلام. ومن شباب الطف نستلهم العزم والقوة، ونعد الكربلاء مجدها ونبرز حضارتها، ونرفد الشباب بذات التقوى يكون عماد المجتمع. فنأخذ من الفن الواعي غذاء ينير عقولنا، فنرسم الحقيقة بالصورة، ونفتح آفاقا للتفكير، وقدوة لأسرهم يحصنها من كل براثن الفكر المدسوس. فنطرح الأسئلة ونختبر من يريد، وبذلك فليتنافس المتنافسون لتكون جوائزنا لمن تسلح بالعلم والإيمان. الموكب الثقافي العالمي، رحلة الإصلاح.